الاستاذ محمود ذكوري، استاذ محمود، استاذ محمود، الاستاذ محمد عيسى، كل مكان في مصر، هيئة عليا مكونة كل أحزاب الصحبة، جمعية عمومية في كل مكان. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمي مصري وأبويا مصري وجدي مصري، مواليد مصر، اتولدت في أحلى حتة في مصر. لازم يبقى عندنا شوية إنكار ذات، لازم يبقى عندنا شوية إنكار ذات. كل الأفكار اللي سمعتها أفكار جميلة وزي الفل، بس مش عايزين نغلط الغلطة اللي بيغلطها الساسة، ألا وهي ما هاجمش الفكرة بتاعت اللي عايز يعمل مجلس قيادة ثورة، ما هاجمش الفكرة بتاعت المعتصم، ما هاجمش الفكرة بتاعت الخيمة اللي جنبي. خلي كل فكرة تكبر عشان ما نتشتتش. اللي بيحصل ان احنا بنتشتت، ومش عايزين يبقى عندنا نظرية المؤامرة قوي ونقول ان التشتت ده مقصود. لو التشتت ده مقصود احنا اللي غلط، هو صح واحنا اللي غلط. احنا كلنا مصريين، اللي رايح يمين قوي واللي رايح شمال قوي مصري، ولازم نتكلم من المنطلق دوت. لان اللي حصل يا اخوانا ان احنا دلوقتي بقينا 50 حزب، 200 ائتلاف مسلم مسيحي، الاسره نفسها في الاوضه الواحده بقت دلوقتي معارض ومؤيد. ايه اللي عمل كده؟ مين؟ حد يقول لي مين؟ عايز عنصر مثالي؟ استدرجنا بعصر، حد واحد يقول لي مين؟ مين؟ الحركات والائتلافات. احنا اللي عملنا كده في نفسنا. احنا اللي عملنا كده في نفسنا، وما بقولش انا، بقول احنا اللي عملنا كده في نفسنا. ما بهاجمش فكره الاعتصامات. احنا ما معناش بوك اعلامي. احنا ما معناش بوك اعلامي. اول ما اتقفل مجمع التحرير اكس او زد او واي اللي قفلوا دربتتو، قفلوا مجمع التحرير، شويه ناس قليلين ولا كتار قربوا من الممر المائي، الحق ده بيقفلوا الممر المائي وعايزين يعملوا لنا التدخل الاجنبي. يبقى انا دلوقتي كل حركه انا بعملها تحمل 10% غلط و90% صح، انا هدفي 100% صح، بس هيستغل ال 10% وهيتضخم ويبقى 1000% غلط. يبقى احنا لازم نكون حذرين، لازم ما نهاجمش بعض. انا جات لي فكره اقول لكم عليها وتسمعوني. مين اللي مسك المجلس العسكري؟ على فكره انا حر وما بخافش، ولادي كبروا وما عنديش ما عنديش مانع اروح المعتاد. مين اللي مسك المجلس العسكري؟ حسني مبارك. ما بني على باطل فهو باطل. تعالوا نفكر كده شوية. احنا عشان نعمل مجلس قيادة ثورة، فكرة جميلة، آليتها ايه؟ قالها الأستاذ، جميلة. محتاجة ايه؟ محتاجة حاجات كتير قوي. هل الحاجات دي موجودة؟ ضن نفذ. الحاجات دي مش موجودة؟ طب هوجدها ازاي؟ لازم اعمل خطط واستراتيجي لأي حاجة انا عايز اعملها. مش عايز اعمل، عايز اعمل، عايز اعمل. السائر زي الفل، السائر جميل، بس السائر لو ما فكرش، لو ما حدش قال له فرمل في الحته ديت عشان انت دخل على مطب، هيقع في المطب ويتعور والدنيا كلها تتخرب، واحنا مش عايزينها تتخرب، احنا عايزينها تكمل. اتفضل يا حضرتك. واحنا لما وصلنا النظام كنا بنخطط ويحصل عندنا اسقاط. ما هو انا هقول لحضرتك على حاجه، ساعة ما اسقطنا النظام، على فكرة حضرتك، ساعة ما النظام سقط ده بقدرة الله سبحانه وتعالى، لم يخطط احد للثورة المصرية. ولو حد قال كده انا عن نفسي هقول له انت كذاب. الثورة دي قامت بالصدفة، شوية شباب زي الفل نزلوا ميدان التحرير يوم 25 يناير، الناس دي اتضربت. انا عن نفسي نزلت يوم الجمعة، مش بطل، بس صعب عليا، قلت ابني ده اللي اتضرب، انا نازل جمعة غضب. اتكسرت آلية واحدة، آلية واحدة من النظام كله، ألا وهي
وزارة الداخلية وبقى الآلية زي ما هي، مش عايزين نضحك على نفسنا، الآلية زي ما هي. فأنت دلوقتي لازم وانت بتلعب ثورة تلعب سياسة، وشيء من المكر ما يضرش. طب مين بقى نقول احنا هنعمل مجلس قادة ثورة؟ طب ما تيجي نقول مين اللي عندنا شرعي ودلوقتي وظهر في الدنيا كلها. اكس نقدر نقوله مين؟ انا مش مع حد. مين؟ مين اللي طلع من الميدان والناس كلها؟ مين اللي طلع من الميدان والناس كلها ايدته وما طلع من الميدان؟ احنا اقترحنا عدة اسماء. مش عصام شرف. بغض النظر على كلام حضرتك، احنا اقترحنا عدة اسماء. خليكي معاك لو سمحت، لو سمحت، لو سمحت. بلاش كلمة لا عشان حضرتك، لا يعني ايه بتجيب ورا ما بتقدمش. اكس من الناس. مين اللي دلوقتي ظهر ومتلمع؟ اللي حصل ان هو ضعيف، اللي حصل ان هو بطيء، اللي حصل ان هو كذا، اللي هو كذا، اللي هو كذا. بس الراجل ده دلوقتي متلمع، صح ولا انا غلط؟ وشايفين في حتة، شايفين في حتة نظافة. ايه المانع ان احنا نعمل له سبورت؟ المانع ان احنا نعمل له دعم ونكبرها في دماغه، عايشوا اللحظة لغاية ما نعمل مجلس قيادة الثورة اللي بنقول عليه. بس عشان نعمل مجلس قيادة الثورة ده احنا مش محتاجين اقل من سنة على بال ما نعمل الجداول في المحافظات والمجالس المصغرة في المحافظات واللي 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 واللي، محتاج مطبوعات ومحتاج آلية معينة. ويا سلام بقى لو في الاخر زي ما ممكن كده كلنا دلوقتي اهو نختلف، ولا حضرتك تقول لي لا ده انت غلطان. ممكن واحنا بناخد واحنا بنعمل الحوار عشان نعمل مجلس قيادة الثورة، هوب يطلع لك حد في اعلى كده اسفين يبقى واصلك الحكمه. نعم يا بيه، اشكركم. بصوا يا جماعه.